مزلعنا محمود خاطر محمود عنده تبارك الله برشا ماتير معناها كرونيكير كرونيكير مهم ويحضر برشا خدمة دونك خليني نستغل الوقت مازال عنا شوية وقت محضر لنا حاجة مزيانة برشا باش نحكيو فيها في فقرة مع محمود باش يقول لنا وين مشي مطار غزة مع محمود باهي الضربة شد تليفون البارح نخمم بالطبيعة مش باش نطيب في البلتان الأولى خاطر أنا في مخي نعمل بلتان كبيرة بلتان أصغر منها شوية ما اليوم كلمة جاوكش بلتانية اقتراحات هكا تبدأ رأي إذا تجيك بتأخر دقيقة محمود شرايك في الموضوع هيك تدخل لي بين أوراق كتاب مخي تبلبزني شد تليفون كما قلت لكم نخمم مش باش نطيب في البلتان بتاع اليوم وأصلا السوشيال ميديا تضيع أكثر من اللي تعاون ساعات جست الواحد هكا يبدأ سارح يخمم ويعدي وأنا هكاك عرضتني فيديو بتاع القوات الجوية الأردنية تعمل في إنزال جوي للمساعدات على المستشفى الأردني في غزة يا أخي غزة عليه ما فيهاش مطار تقول لي القطاع محاصر وأنت تحكي على مطار خرف لا لا تريث ولا تتسر وسع بالك نحكي لك في سبتمبر 1995 في المفاوضات الثانية اتفاقية أوسلو الثانية وقتها التصويرة كان اللي يثبت شوية ثبات هكا التصويرة فيها بيل كلينتون وياسر عرفات وحسني مبارك وقتها منظمة التحرير الفلسطينية حطوا بند وتخدم عليه توافقي على مشروع مطار في غزة والمشروع ما قعدش حبر على ورقة للراجل كان مبرمج الافتتاح متاعه في ماي 96 المطار تعمل في شرق رفح في غزة ديجا تشوفوا التصاور هاوك وتبنى على ستيل المعمار المغاربي مش المغربي ستيل المعمار المغاربي شبه مطاراتنا برشا صحيح بالضبط تريد كيفاش خاطر كي تشوف ليزارتيكل وتلوش تلقى ستيل المعمار المغربي أو هو المغاربي اللي مولوش المشروع هذايا هما مصر بيان ايفيدامون خاطر ديجا هي معاهم في الاتفاقية السعودية اليابان اسبانيا وهولندا وهولندا والمانيا وعدت بماتريال واللي هو الماتريال عمره وصل للغادي اسمع هذي نهار 2 جوان 1996 خلنا نعرف خاطر برشا اللي يبدأ يازمة يقولك تبني مطار وطاح وكاو هبطت أول طيارة في مطار غزة الدولي في 2 جوان 96 اللي هي بالطبيعة في الوقت ذاك طيارة الرئيس الفلسطيني وقتها ياسر عرفات وبعد 13 يوم هبطت 630 الكبيرة اللي سميوها هيركول هذيك متاع الجيش فيها برشا مساعدات جات من المغرب طيارة معناها تبع الجيش هذيك الكبيرة والمطار وقتها يخدم أما يخدم بالبركة لا رادارات لا إمكانيات لا ديزورناتور لا حتى شيء تنسيق بالتليفون بل زاد فماش بورتابلوات وتكنولوجيا والدنيا مدعوكة بالتليفون هاي الطيارة خارجة الوقت الفلاني يعرفوها هما قداش تقعد واحد كل شيء بروكسيماتيف عام 98 تمت الاتفاقية الرسمية اللي مصح فيها ياسر عرفات وبيل كلينتون وتم افتتاح رسمي في نوفمبر 24 1998 الافتتاح الرسمي للمطار من مصر هبطت إيربيوس 320 صبت الزيت بعد الافتتاح بشوية مصر حبت توصل هي أول طيارة وقتها على خاطر مصر كدولة فيها دبلوماسية وفيها من أكثر الدول المشاركين في الاتفاقية كل شيء فهي أول طيارة هبطت كاعتراف رسمي كل شيء صحفيين وقتها ومشاهير من أغلب دول العالم بعدها هبطت طيارة من السعودية ومن الأردن ومن المغرب ومن إسبانيا وصحفيين ومشاهير من كل بلاصة وهذا الكل المطار ما عندوش الإمكانيات اللي لازم يكونوا في مطار دولي يخدم أما كمهم المطار خدم لا رادارات لا حتى شيء وحتى الماتريال علاش أنا ما ذكرتش اسم ألمانيا في اللي مولوا المشروع الماتريال اللي وعدت به ألمانيا متاع الهبوط في الليل وقت ضوء الموف وزرق ذاك كل شيء عمره اللي خرج من ألمانيا على خطر وقت نجم يكون خرج وراه مشي الكيل المحتل معناه لا برشا ماتريال مشي وشدوا الكيل المحتل عنده أما ألمانيا كي شافتها كيكة قعد الماتريال عندها ما خرجتوش من أصله معناها الخطوات الخطوط الجوية الفلسطينية قليل وين تسمح الكلمة الخطوط الجوية الفلسطينية صحيح بعشرين بيلوت وثلاثة طيارات زوز وقتها طيارات منحة من هولندا وطيارة من عند الوليد بن طلال وكانت أكبر طيارة في ثلاثة هذومة بثلاثمائة وسبعين موظف وتواجد أمني المشكلة اللي هي في الاتفاقية كان فما تواجد أمني صهيوني وسط المطار حسب الاتفاقية وتواجد الأمني هو اللي عنده ضغط هذا يطلع هذا ما يطلعش طيارة هذه جي طيارة هذه ما جيش برغم الماتريال ما فماش فالوقت ذاك في التسعينات تكتبوا على الموضوع هذا أكثر من 500 أرتيكل حسب archive.org هذا سيت باهت نجموا ترجعوا له في المصادر وكل شيء من غير ما تقعدوا تنقلوا في الكرونيك في راديوات أخرين معناها حاجة كبيرة في التسعينات 500 أرتيكل
حتى بيل كلينتون هبط فيه المطار، اما الكيان الصهيوني ما خلاهش يهبط في المطار بالطياره نتاع شو اسمها هي طياره الرئيس الامريكي هذيك، ما خلاهوش يهبط بها على خاطر فيها اعتراف دولي كل شيء تعرضوا له. الحلمه اللي نحكي فيها قعدت عامين، والكيان بطبيعته تقهر من الشرعيه الدوليه نتاع المطار هذا نتاع غزه، بالرغم اللي هو صغير واللي هو ما فيهش امكانيات. مع انتفاضة الانتفاضة في سبتمبر عام 2000 وقف كل شيء. صاروا محاولات وقتها بعد قمة شرم الشيخ اللي ذكر في الألفينات، حل سكر والكيان ردها ورقة متاع ضغط على كل الدول المداخلة في المشروع، حتى لين جاء شارون اللي لا تذكروا بخير 2001 وكسر كل شيء بالدبابات والجرافات، وزادوا بعد الدبابات والجرافات زادوا قصفوه باللفساز، معناها شو يقعد منه شيء دبابات وجرافات وزادوا قصفوه باللفساز. وقتها صهينا archive.org بتبيع، وقتها الصهاينة قالوا نحبوا نمسحوا المطار من على وجه البسيطة ومن ذاكرة كل العرب والعالم. واو معناها راهو المطار هذا يشوف توا من 2002-2001 دبابات وجرافات وقصفوه، عاودوا قصفوها 2004 وقصفوها 2007 قصفوها 2009 و2014 هو ما فهمش ديجا معاش في استعمال مازالوا يقصفوا فيها بتولي في السوارع. نتصور تكون فكرة باهية لو كان تحط تصويرة نتاع مطار غزة الدولي ولا مجسمات ترودي على المطار هذايا في مطارات في المطارات المضخمة نتاع دولنا العربية، باش نغلبوا فكرة مسح مطار غزة الدولي، خاطر الفكرة فكرة أقوى من السلاح. يعطيك الصحة برافو محمود. الحقيقة معناها أبسط حاجة معناه يكون فهم المطار، أبسط حاجة معناه هو في الوقت ذاك أنا ما نحبش ما نحلي في الوقت ذاك كان فما مورال طالع برشا في غزة حس ما تشوف المهجة متاع ولا فما مطار، معناها الغزاوي ولا ينجم ياخو طيارة ويمشي، وأي واحد من غزة ينجم يروح جاي من بلاصة أخرى زادة كيف كيف. بخلاف هذا كان باب محلول متاع اقتصاد، معناها اللي برودوي من غزة سورتو اللي تهلكوا فيه ساعة وكل شيء ينجموا يخرجوا من غزة ديريكت، معناها بالحق معناها عبارة حصار ما عادش موجود، ما عادش ملزوم عليهم أي سلعة من غزة باش تخرج. نعرفوا الزيتون اللي عنده قيمته حكيت عليه البارح ولوح الزيتون وكل شيء، ما عادش مضطرين باش يعديوه على طريق الكيان والمعابر ويحكموا فيهم واحد، بالرغم من الاتفاقية جودي بيان اللي فيها شرطة وأعوان من الكيان في وسط المطار. وقتها زيدة محمود القضية كانت حية في قلوب العرب، كانت حية. صحيح. ريت احنا على الأول ما بديت وفين الأقصى قلنا واو معناها رجعت حياة إعادة للقضية الفلسطينية، وليت هي في العناوين الأولى في كل بلاصة، الأجيال الجديدة صغار شباب واللي أقل اللي بلوجان معناها اللي ما عندهمش فكرة كبيرة على خطر تم تغييب القضية الفلسطينية ما عادش تحكي عليها، كاين ولات عادي كي يتقصفوا عادي كي يستشهدوا، وليت فما بالحق تطبيع كبير مع أنه الفلسطينيين كل يوم يخرجوا شهداء متاعهم وأنه أرضهم سيتم افتكاكها. دونك الحماسة هذيك رجعت اليوم ونتصور رغم كل شيء، رغم اللي التلكؤ العربي، نتصور وأنه بعد الحرب هذية لابد وأنه الدول العربية باش تتحرك عن بإرادتها ولا مش بإرادتها بالضبط، ما عادش عندهم برشا حلول، لأنه اليوم هك تشوف في الرأي العام الشعبي، هك ترى في المجتمعات ناحي الحكومات وناحي السياسة، كل المجتمعات اليوم منتصرة للقضية الفلسطينية، دوك كلهم في الأخير كل واحد باش يعمل حاجة. كنت فيك انت في الكرنيك فما حاجات ما بين الاسطر ركزت فيهم، كما اول طياره وصلت قبل الافتتاح الرسمي جات من المغرب، خاطر كان فما دور دبلوماسي الملك المغرب وقتها نون ديكلاري ماهوش مصح هو في اتفاقيه اوسلو 2، اما فما دور كنت شوف انه المطار تعمل مش صدفه، مطار في غزه اخي فلسطين ما عندهاش معمار، المطار اللي تعمل في غزه تعمل بستيل معناه نتاع ارشيتكتور مغاربي. فما راو في الوقت ذاك كانوا الحكام العرب بيدهم فما دعم من المطار هذا، راهم اللي بدا يخدم عمل ديفول معناها قارين الامارات ابو ظبي ودبي وجده ومصر واثينا ظهر لي وتركيا، اثينا ما نذكرش مليح وتركيا، معناها كان فما حركه توا ربي فرج.